بكم في حلقة جديدة من برنامج ولن وقفة. على ضوء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، نناقش اليوم سعي تل أبيب ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كما نتعرف على مواقف الفلسطينيين من محاولات الولايات المتحدة إجبارهم على القبول بصفقة القرن وأوراق الضغط لديهم في ظل هرولة دول عربية نحو التطبيع مع إسرائيل. ما أثر زيارة بومبيو إلى إسرائيل على سعيها لضم مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، كما تنص على ذلك خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن؟ هل يسرع سعي ترامب إلى ولاية رئاسية ثانية في استكمال بنود صفقة القرن، أم إن الرفض الأممي والأوروبي سيصعب من عملية الضم الإسرائيلي والاعتراف الأمريكي بها؟ في المقابل، ما أوراق الضغط المتوفرة لدى السلطة الفلسطينية؟ وهل توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في حال أقدمت تل أبيب على ضم المستوطنات؟ من جانب آخر، ما أثر سعي دول عربية إلى التطبيع مع إسرائيل على تطبيق بند ضم تل أبيب مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة؟ وهل ما زال الفلسطينيون يعولون على دعم عربي في مواجهة خطة السلام الأمريكية؟ نناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفي من رام الله الدكتور عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، من لندن الدكتور وفيق مصطفى، السياسي وعضو حزب المحافظين البريطاني، ومن باريس الدكتور أحمد البرقاوي، الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات الجيوستراتيجية للعالم العربي. نتابع النقاش بعد التقرير. طائرة وزير الخارجية الأمريكي تحط هنا في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، زيارة تأتي في سياق بحث خطة الضم وفق صفقة القرن التي أعلنها ترامب قبل أشهر. الوزير الأمريكي كان قد أكد لوسائل إعلام إسرائيلية أن قرار الضم هو في نهاية المطاف قرار إسرائيلي. تصريحاته تلك جاءت بعد بيانات للخارجية الأمريكية عشية الزيارة، قالت فيها إن الولايات المتحدة تأمل أن تقود الرؤية التي طرحها ترامب إلى مباحثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. قرار أحادي الجانب يشكل الحيز الأهم في عمل الحكومة الإسرائيلية القادمة أكثر من أي وقت مضى. قرار يتمثل بضم مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، والتي ستشمل ثلث أراضي الضفة وغالبية المستوطنات غير القانونية، إضافة إلى غور الأردن وشمال البحر الميت. الزيارة تأتي قبل يوم واحد من أداء حكومة الوحدة الإسرائيلية اليمين الدستورية أمام الكنيست، وبعد أيام من تهديد السلطة الفلسطينية من أن مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى قطع كافة العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني. صمت عربي مطبق على خطة الضم تعنونه مساعي التطبيع، وتحركات إسرائيل تزيد الأزمات الاقتصادية وكورونا من دعمها عالمياً. صمت عربي ربما لا يشمل الأردن الذي يتشارك المخاوف نفسها مع الفلسطينيين، والذي كان قد حذر مرارا من تبعات قرار الضم على مستقبل السلام في الشرق الأوسط. فهل تبدو زيارة بومبيو حبلى بواقع قد يرسم مشهدا وصراعا جديدا في المنطقة؟ وكيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع هذا الواقع المفروض أمريكيا؟
أبدأ معك دكتور عمر الغول، هل كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق بزيارة بومبيو؟ كيف قرأت هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات؟ كيف فهمت الرسالة الأمريكية والرسالة الإسرائيلية؟ لا، لم تكن القيادة الفلسطينية بعلم عن الزيارة إلا عندما أعلن عنها في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الزيارة التي برأيي تحمل أبعادا خطيرة، لا سيما وأنها الزيارة الدبلوماسية الأولى لدبلوماسي ورئيس الدبلوماسية الأمريكية لدولة الاستعمار الإسرائيلي في ظل جائحة الكورونا، حيث كما تعلمين هناك حظر إذا جاز التعبير على الزيارات وتبادل اللقاءات الرسمية فيما بين المسؤولين العالميين. وبالتالي هذه الزيارة في كونها تأتي بهذه اللحظة فهي تحمل أخطار حقيقية، ليس فقط على الجانب الفلسطيني وعلى الشعب العربي الفلسطيني. فصفقة القرن أعلنت في 28 كانون الماضي 2020، وبالتالي لم يعد هناك سر فيما يتعلق. ولكن الولايات المتحدة كما نعلم تغطي الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. طيب دكتور أحمد البرقاوي، ما الرسالة التي تحملها برأيك الزيارة؟ زيارة أول مسؤول أمريكي يلتقي الحكومة الإسرائيلية الجديدة في ظل جائحة كورونا كما قال ضيفي من رام الله. جائحة كورونا والدبلوماسية الدولية الآن، هناك متغيرات. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تسبق الأحداث، فهي تعلم علم اليقين أن هناك أزمة اقتصادية خانقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستبق الأقطاب الأخرى المنافسة لها في الأسواق الخارجية، منها الصين والاتحاد الأوروبي، وتريد أن تعطي رسالة طمأنة أولا إلى شريكها الأول الكيان الصهيوني، ولا أقول الدولة الاستعمارية، طمأنة حتى تبقى إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو في موضع أيضا حرج جدا، ويريد طمأنة شركائه من الكيان الصهيوني حتى يستطيع أن يخرج من هذه الأزمة التي بدأت ملامحها تظهر في الآفاق في الولايات المتحدة الأمريكية وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. هذه رسالة. أنا أقول أن صفقة القرن الذي يحكى عنها هي ولدت ميتة، والشعب الفلسطيني رفضها من الأول، والشعوب حتى شعوب العالم، شعوب المجتمع الدولي رفضتها كلها. طيب دكتور وفيق مصطفى، إذن أمريكا تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بداية تطبيق ما اتفق أو اتفقا عليه في شهر يناير الماضي، وأولى يعني البداية ستكون بعملية الضم. وأعتقد أن الضم سيتم. هو من الواضح أن الزيارة بومبيو هذه السريعة لها غرض أساسي، وهو يتعلق بعلاقة إسرائيل بالصين، أن الصين تتدخل في مشاريع كثيرة وتعمل استثمارات كثيرة في حيفا وعلى الطريق الكهربائي القطار بين تل أبيب وبين القدس، وهناك خوف كبير جدا على أن شركة هواوي المعروفة. طيب نقاشنا اليوم دكتور حول عملية الضم. بس الضم جزء منها. الضم بالنسبة هو نعم، نريد أن نناقش هذه الجزئية. نعم نريد أن نناقش. أعتقد أنها أعتقد ما هو وزير الخارجية الأمريكي عنده أجندة، والأجندة الضم ليس هو الأساسي فيها، لأن الضم إسرائيل كررت عملية الضم لمرات عديدة في السابق، وكما قلت الدول العربية تسكت، المنظمة المتحدة الفلسطينية أو الإدارة الفلسطينية كذلك بتلعب دور بسيط ليس قوي، مجرد كلام متكرر. أعتقد أن الضم سيتم، ولا أعتقد أنه سيكون على قائمة الأجندة
في هذا الاجتماع الهام. أعتقد كذلك أن شيء مهم جدا أن المنطقة الفلسطينية الخاصة بالنسبة لما يسمى بصفقة القرن تنقسم إلى ثلاث أماكن، عندك القدس وعندك الضفة الغربية وعندك غزة، وهناك فوارق كثيرة جدا بين الثلاثة دول وليس بينهم اتحاد قوي. وبالتالي أعتقد أنه من البداية يعني too early أن احنا نفكر في هذا الأمر بالنسبة لي. طيب ربما أنقل ما قلته قبل قليل لضيفي من رام الله دكتور عمر الغول. يقول ضيفي من لندن منظمة السلطة تلعب دور بسيط وكلام متكرر، كيف يمكن أن تضغط السلطة الفلسطينية لتكبح إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطط الضم؟ كما تعلمين السلطة الفلسطينية في وضع لا تحسد عليه، كما أن إسرائيل أيضا في وضع لا تحسد عليه في أزمة. مع ذلك نحن الفريق الأضعف، ولكن نحن الورقة الأكثر قيمة، والورقة الحمراء الكرت الأحمر الذي يقرر إن صارت أو تسير عملية الضم بهدوء أو لا تسير من حيث المبدأ. لهذا القيادة الفلسطينية كما تعلمين، وأنا قلت من هذا المنبر مرات عدة، نحن لدينا جملة من القرارات اتخذناها منذ الدورة 27 للمجلس المركزي الفلسطيني في مارس آذار 2015، ثم عمقنا ذلك في الدورة 28 في مطلع يناير 28 2018، وكذلك بالدورة 29 و30 ودورة المجلس الوطني 23 في مايو 2018. بالتالي لدينا جملة من القرارات، منها أولا عدم الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن هذه الورقة، كذلك الأمر إلغاء وإيقاف كل الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاستعمار الإسرائيلية، وقطع أي صلة معها، وإعادة الاعتبار في آليات العمل والكفاح لمواجهة المخطط الاستعماري الإسرائيلي المتماهي مع الدعم الأمريكي، أي من قبل إدارة الرئيس ترامب. بالتالي لدينا أوراق، ولكن الحكم السياسي التي تنتهجها القيادة الفلسطينية أرادت أن تقطع الطريق على أي تداعيات، لا للأشقاء العرب ولا للأصدقاء الأمميين الذين يمكن أن يعتبروا أن القيادة الفلسطينية تسرعت في تنفيذ قراراتها. وبالتالي نحن ننتظر من العالم ومن الأشقاء اتخاذ قرارات بما في ذلك السياسية والأمنية. هناك قرارات أخذناها نحن، هناك قرارات أخذناها نحن، وإحنا الآن في هناك لجنة استراتيجية تشكلت قبل يومين، شكلها السيد الرئيس لبحث آليات تنفيذ القرارات التي اتخذناها فيما سبق. طيب أين وصلت هذه اللجنة؟ اللجنة تدرس، واليوم وغدا في هناك لقاء مشترك للجنة التنفيذية وللجنة المركزية للمصادقة على القرارات التي ستضعها اللجنة في قادم الأيام. دكتور أحمد البرقاوي، هل يمكن أن تعول اليوم فلسطين على دعم عربي لمواجهة ما يسمى بخطة السلام الأمريكية؟ لا، الفلسطينيون ممكن أن يعولوا على الشعوب العربية، أما القادة العرب فلا يمكن التعويل عليهم في هذه الفترة بالذات. ونحن نشاهد، وهذه من المفارقات ولأول مرة وهي سابقة خطيرة في العالم العربي، أن نجد بعض البلدان بدأت التطبيع سواء عبر الوسائل الثقافية والدراما السينمائية، وفي شهر رمضان هناك مسلسلات تعرض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذه طبعا مواقف جديدة. أعتقد طبعا هناك أصبحت هناك مواقف جديدة كما قلت لبعض الدول العربية التي تريد أن تعطي بعض الرسائل الهامة للشعب الفلسطيني. أنا أقول بكل وضوح، القضية الفلسطينية أصبحت تشبه ما القضية الجزائرية أيام الاستعمار الفرنسي.
لما تخلى عن تونس وعن المغرب، الاستعمار الفرنسي كان بيود أن يحتفظ بكل الجزائر، فخرج تعرفون الثورة الجزائرية دفعت ثمنا باهظا وهي 3 ملايين شهيد. فبالتالي ليس هناك حل أمام الشعب الفلسطيني إلا التعويل على نفسه وشبابه. فالمجتمع الدولي الآن في محطة، يعني محطة متاع أزمات. أولا أزمة ثقة بين الأقطاب القوية، هناك تحرك كما تعلمين السيدة الكريمة من الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا الآن، وهي تعترض هذا المخطط الرهيب، ضم الأراضي الفلسطينية ومنطقة غور الأردنية إلى إسرائيل. وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيلعب دورا إيجابيا في هذا التوجه كما عودنا بذلك. هذه النقطة نقولها لضيفي الدكتور وفيق مصطفى، هناك تحرك أوروبي كما قال الدكتور البرقاوي، ماذا يعني عن هذا الموقف الذي يتعارض مع خطة ترامب دكتور وفيق؟ وزراء الخارجية الأوروبيون سيجتمعون يوم الجمعة المقبل في بروكسل للنظر في العقوبات ضد إسرائيل في حال مضت في خطة الضم، ألا تخشى إسرائيل هذه الخطوة برأيك؟ ألا تضطر إسرائيل ألا تضطر إلى طي الملف الضم أو تأجيله حتى؟ هو أعتقد أن أوروبا ستتخذ موقف كلامي وليس موقف عملي، وخاصة بعد موضوع الكرة دلوقتي. أعتقد أن أزمة أو حرب الكورونا ستقرب أوروبا من الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى حد ما ستقرب روسيا من أوروبا ومن أمريكا، والصين سيكون لها نوع من الانعزال، والشرق الأوسط سيكون معزول إلى حد ما. فلا أتصور أن أوروبا ستلعب دور كبير جدا في المرحلة القادمة. طيب ما الذي يجعلك تقول أن الموقف الأوروبي سيكون موقف كلامي؟ هل تراهن إسرائيل على الضغوط التي يمكن أن تمارسها واشنطن على العواصم الأوروبية لثنيها عن القيام بخطوات عقابية برأيك؟ أعتقد أنت عندك الحكومة البريطانية بقيادة برايم مينستر جونسون، حكومة إلى حد ما تتقارب مع إسرائيل كثيرا وتتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع حكومة ترامب، وأتصور أن ألمانيا وفرنسا ستكون بنفس الطريقة. أعتقد أنه التعويل عليها، إذا كانت الجامعة الدول العربية ما بتعرفش تعمل حاجة، يبقى ليه تعويل على أوروبا؟ يعني إيه مصلحة أوروبا إنها تعمل عداوة مع إسرائيل؟ ليس لها مصلحة. إذا كانت الدول العربية هي الدول التي تحاول كما قلت في البرنامج تعمل علاقات تلفزيونات وحلقات في رمضان للتطبيع، فأعتقد أنهم سينتظروا إلى هذا، أن الدول العربية ابتدت تتحرك في نحو التطبيع، وخاصة الدول التي كانت تتشدق ضد إسرائيل بكثرة زي السعودية وزي دول أخرى في المنطقة وزي سوريا. أعتقد أن العالم العربي سيتغير في المرحلة القادمة، الشهور القادمة القليلة، وخاصة أن هناك اعتقاد أن التطبيع، هذا التغيير سيكون بأي اتجاه دكتور؟ التطبيع سيكون غرض الحكومات حاسة بالعزال والديكتاتور من حاسة بالعزال، فبالتالي يتصور أن التقرب من الولايات المتحدة الأمريكية يتم من خلال تل أبيب، فبالتالي يحاول التطبيع، وليس تطبيع شعب، هو تطبيع نظام فقط لمصلحة ضيقة وليس تطبيع من الشعب، بحيث أن الشعب المصري يسافر إلى إسرائيل، والعكس هتلاقي حكومات لحكومات فقط وتبادل سفرة، وهذا هو ما سيفعله أعتقد في الوقت القريب. دكتور عمر الغول، هل توافق ضيفي أن الموقف الأوروبي مجرد موقف كلامي، أو يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعول على الموقف الأوروبي؟ نحن بصراحة نراهن على أن يكون هناك دور أوروبي أعلى وله تأثير في الضغط على دولة الاستعمار الإسرائيلي لإيقاف الخطوات غير القانونية والمتناقضة مع خيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 67. رغم إدراكنا المسبق أن الاتحاد الأوروبي كما تعلمين ويعلم الجميع أن أي قرار
سيتخذه هو لابد من أن يكون هناك إجماعا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، ولكن الدول المركزية في الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وغيرها ولوكسمبورغ وهولندا وإيرلندا تلعب دور هام في الضغط باتجاه فرض عقوبات على الدولة الإسرائيلية. صحيح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قال من المبكر الحديث عن فرض عقوبات في الوقت الحالي، ولكن هذا الموضوع مطروح على بساط البحث الجمعة القادمة، وبالتالي الأمر متروك. وأنا أود أن أؤكد على نتيجة هامة، ما لم يتخذ الأقطاب ما لم تتخذ الأقطاب الدولية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الروسي، الصين والهند وكندا واليابان وغيرها من الدول ذات التأثير وذات الصلة بعملية السلام، ما لم تتخذ قرارات عبر الأمم المتحدة وفرض عقوبات على دولة الاستعمار الإسرائيلية، فلا يمكن لهذه الدولة أن تتراجع عن سياستها وعن جرائمها وانتهاكاتها الخطيرة. بالتالي لابد من رفض القرارات السياسية بإجراءات عقابية ضد الدولة الإسرائيلية، لأنه دون ذلك لا سيبقى هل دكتور أحمد البرقاوي هل يمكن مجرد أن حبر ذلك؟ على ورق هي والجامعة العربية. نعم دكتور أحمد البرقاوي، هل يمكن أن يحدث ذلك؟ ما هو السؤال إذا سمحتي؟ هل يمكن أن يتحد صوت المجتمع الدولي لمعاقبة إسرائيل؟ نعم أنا أعتقد ذلك، أعتقد ذلك، أعتقد أن خاصة الاتحاد الأوروبي الذي له تاريخ طبعا ومواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية من أيام شارل دوغول الرئيس الأول للجمهورية الخامسة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية، والذي اعترض على الكيان الصهيوني، أعتقد أن هناك الآن مواقف بصدد التكوين من الاتحاد الأوروبي، وسيكون هناك موقف موحد لأنه بعد أزمة. يعني برأيك أصبح التعويل على الموقف الأوروبي أكثر من التعويل على الموقف العربي؟ طبعا هذا أؤكده، لكن بودي أن أعقب على ما قاله ضيفك من بريطانيا من لندن، وطمأن السيد الكريم أن الشعب الفلسطيني لم يمت بعد، وأقول له فقط كقراءة تاريخية أن الاستعمار الفرنسي بقى في الجزائر 130 سنة، ولكن في الأخير يعني خرج من الجزائر بفضل نضال الجزائريين. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني أيضا شعب مناضل، ولا أعتقد أنه سيقبل هذه الصفقة القرن بأي ثمن كان. الشعوب العربية هي التي ستتحرك إلى جانب الشعب الفلسطيني، لأن للأسف القادة العرب في هذه المرة خاصة أثبتت أزمة كورونا كيف تفاعل القادة العرب حيال هذه الأزمة. للأسف أعتقد أن الاتحاد الأوروبي ممكن أن يعول عليه بالتصدي لهذا المخطط الرهيب ليس إلا. طيب أعود للدكتور وفيق مصطفى، ألا تفكر إسرائيل بالعواقب الدبلوماسية والإقليمية وهي تقدم على تجسيد خطة أحادية الجانب، خطة ولدت ميتة كما قال ضيفي قبل قليل؟ هو الحقيقة التاريخ بيحكي شيء، أنت عندك أن الحروب مع إسرائيل لم تشترك ولم تلعب الحكومة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني دور كبير في حرب 48 56 67 73 كان دون دور ضعيف جدا. الحاجه انا طبعا بضايق الناس اللي بقول الكلام ده، في حاجه ثانيه مهمه جدا، ان شهرين قبل الحرب 73 في سبتمبر 73 الملك حسين ورئيس الوزراء بتاعه نسيت اسمه ايه دلوقتي، رئيس الوزراء في ذلك الوقت اسمه زيد الرفاعي، خدتهم طياره من بتاع الموساد، طياره هليكوبتر لتل ابيب علشان يقولوا ان مصر هتحارب اسرائيل. فاقصد ان العرب ليسوا قادرين على مواجهه اسرائيل وكل هذا السد حنك، واعتقد ان الامر حان ان يكون هناك سلام حقيقي واقتناع انه صعب ان تغير الامور في الشرق الاوسط مره طيب اخرى. ممكن نعم ثواني للدكتور احمد البرقاوي ربما للرد على ما تفضلت به.
طبعا يعني شكرا على هذا، اعطيتني الفرصه انه باختصار لو سمحت من لندن الذي اي نعم انا اطمن هذا السيد الكريم انه اصبح اسرائيلي اكثر من الاسرائيليين وامنيتك لا 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 احكي لك الحقيقه ولن ولا وامنيتك لن تتحقق لأن الشعوب العربية أثبتت أنها قادرة على التصدي وأطمئنك يعني الشعب الملك حسين والرفاعي عملوا كده ليه؟ لا الملك حسين والرفاعي تغير التاريخ، التاريخ الآن سيرورة التاريخ تغير التاريخ والشعوب العربية واعية وهناك نخبة الآن في العالم. وصلت فكرتك دكتور أحمد البرقاوي، شكرا جزيلا لك من باريس، الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات الجيوستراتيجية للعالم العربي الدكتور أحمد البرقاوي. الشكر لضيفي بلندن الدكتور وفيق مصطفى رئيس المجموعة العربية بحزب المحافظين، والشكر لضيفي من رام الله عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الدكتور عمر الغول. والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة.